انا ما انا ديجا قبل ما نبدا الراب وداك الشيء انا بعدا على حساب هادشي ديال البوليس. انا ولد 16 عام اصلا كنريح في بيار مع كنت 16 عام فهمت شو كيبان من الموافي وداك الشيء تي طلعوك على لاكارت ديما متابعني مسكين علاش باقي ما كاين ما شي حاجه ديك على لاكارت ما عندكش انت باقي اصلا ما عندكش القانون بيديرها هادي راه غتحمقك اول حاجه ومراها بلاناش وبلاناش وبلاناش ودخلنا للارمي وخرجنا من الارمي وبقينا المهم خلينا الشهره شويه كالات علينا الصاد كتلقى مع بوليس كيعرفوك كذا كي فهمتيني قلت الحمد لله على الاقل جمع عندك الحريه ديال مبقاش علاش كيقول حق الفيغوره ديالك كان هاد الفيغوره طلعت على البشر هادي باش يعرفوا على حقيقتها حتى ربي ما خيبني الشهر تعرفني بدا في القلب ديالي كي داير العيبات على حساب هاد البلاصه هادو قلت لك ما قلت لك حتى الشهر ولا قلنا الناس ولا شي يعرفونا داك الشيء غيبعدوا منك من داك الوقت حتى طرات لي هاد المره هادي فهمتيني يعني ولات شي حاجه بعيده شحال هادي ما طرا لي فهمتي وليت واحد الانسان محبوب تبعات من ديك الحقره وداك الدل ديال البوليس وقفوا عليك يطلعوك الصافي كذا تبعت منهم مزيان وكيجي واحد خونا واش كيجي بنادم بحاول شي تيمر داك راه عندك على داش ما خديتش حقي اخي هي جات ضربت راسي انا قلت لك ضربتهم هما ولا شي حاجه كراني غارق حبس خدمت كيديك الساعات وبردت وجيت بحال هاد الدار وضربت بدرت غدا في راسي وسبيت استغفر الله ما نمشي نقول لك سبيت الرب انا ما زعما سبيت الرب راني كافر راه ساعات غاضب ما كرهتش قلت لك ساعات تكون زنزار ولا شي تسونامي نهز الارض البشر كلهم قتلت غير الحدا ما كرهتش كرهت البشر كرهت الدنيا واللي فيها فهمتيني راه الحقره هذيك اصاحبي واش انت بعد من البشر انت اصلا ما كنتش حقرت حتى واحد بعد بواحد فهمتي صحاب غير كتشوف الشرجم ديالي قلت حتى سالي اخي كامل ودور على الدار كامل وشوف هاد الشرجم ديما عندي مسدود ديما العيبات من بعد من البشر كاع في خضره البي سي ديالي كتابه العيبات على صاحب كرهت البشر تليفون صافي وغدا كنت تحقر انت بعد من على البشر ب70 كيلومتر نهار اللي تخرج ولا كذا تحقر بحال هكذا ما جاتش اصاحبي ما باغيش راه 31 عام عندنا جينا نبقاو نحقروا قلت لك في راس مالنا عكرتنا وحريتنا هي اللي بقات عندنا ما عندنا حتى ما لا حتى في راس مالي ساق غدا يجروا عليا نهزو بلا ما يجروا غدا نمشي نقطع البحر هكا كاع قطع مواعه وما حتى حوايج تلبس ما عندكش ويجيب لنا بقيت رجال عليك علاش على حاجه دايره في البلاد كلشي تيديرها عيبنا واحد غريزه حيوانيه فينا ما لي سال عليا انا الله وغادي ناخذ واحد بنت الناس ما بقاش نفسد ما لي يعفو عليا من الله من الشرب ما بقاش نشرب ما لي يعفو عليا الله من الكار وما نكميش ما يعفو عليا الله من الحجه اللي في الجرح فيها الله منو حتى والحشيش قصو قصه فيما شت شي جوان كنت كتشد به دونك علاش هذا الشيء هذا علاش وانت عارف مش غاك معاك تيش عارف قلت غير شي بلايص واعرين راه شي بلايص واعرين كتشوف الناس كيفاش عايشه وهذاك الامن انت اللي حاطك على برا على هاد العيبات هادو محاميهم هما زائد لقيت اللي واقفين عليا انايا فيها في لقيت اللي وقفوا عليا تما ولا لقيت اللي كيوقفوا على واحد سكران ولا كذا الالاف كتجلسوا بين الزناقي البلايص اللي خصهم يكونوا فيهم بوليس كاع ما يكونوا انا خشي جوج مرات مشى لي مره تليفون من باب الدار ومره من الشارع وقلت لهم ديك النهار قلت لهم لا علاش عارف اللي غنمشي تما عرفت هذاك النهار عرفت التعامل ديال كيفاش كيكون كتجي ديك النهار بحال انت هو المجرم اسيدي هاني انا اسيدي جلس لي داك الشيء ما باغيش نشوف وانا حدا اختي مشى لي التليفون قلت لهم مشى التليفون وجيت ما تضربتيش لا صافي الله يهنيه هاد ارتيست واد الشهرة واد العالميه واد النجوميه واد الشرع ذلك على الجمهور الجمهور كيشوف كتشوف فيه هادي اما انا بالنسبه لراسي راه انسان عادي تعطاتو فرصه يغنيو العيبات عندي واحد الموهبه كيما الرسام كيما كذا عندي موهبه كنعرف نكتب واش غنلقيش عندي جمهور الجمهور كيشوفك فنان كيشوفك ستار وكتسالي شنو هي ستار ستار في السماء وما كتشدوش واش انت يوميا ملاقي معايا يوميا مريح معايا يوميا كتشوفني في الشارع غادي كنمشي على رجلي انا في كارفور انا في رجلي في الرباط انا هنا فين هي النجوميه هذو ولكن بين الاخر كيقدرك حاسبك وحاسب بالداخل ديالك ها هو انا قلت عارف اما راني كيما داك الشباب كاع اللي كتشوف ديالنا وي حرق واللي كره البلاد واللي طلعت الدنيا في راسه واللي بحالي بحالو عرفني زيد عندي انا زيد عليك عندي واحد الموهبه كنكتب واش نغني هذه اللي خلاتنا نشوف فيا ستار وشوف فيا كذا مره انا بالذنوب ديالي بالاغلاط ديالي عادي بحال اي شيء البشر بحال ماشي بحال اي شيء بحال المسلم الطاغي كما قلت لك بحال ولاد البلاد شاب مغربي طالع ضايع ودقرا بالعصا هو ابتدائي كبر بالخبز هو تاي كاري بيش مع كرينا بيش مع والدين ساكن بيش واحد بالليل طواليت شاركه مع الجيران نفس المعاناه فهمتيني يعني ما زيد على بهم حتى حاجه اللي زايده عندي هو اني كنعرف نكتب فنان وهاد الفن اصلا ترى عارف الفن في المغرب راه هما الناس كي الفنان القدام كنا كنشوفو في التلفزه كيبان لنا عارفين هما هما دابا اللي كيبيع جافي اللي في السبيطار مليوح عليه دونك ابار الفن ما كاينش شي ميده في البلاد عاطيه انا الا اما تدخل تبزنيز وكذا تدخل ليها النيجان واما شي تولي شي حكومي سياسي تاكل بها المرزق وهادي اللي فيها الفلوس اما حاجه اخرى ما فيهاش الفلوس كاع دونك ترى بحالي بحال عباد الله يعني اول حاجه الواحد دابا هادشي اللي طرا لي انا كنت راه واحد اخر كره داز دابا فينا ما غاديش يشوفو حتى 10 ولا 10 وداك الفيديو داك ما يشوفو حتى واحد لهم لافونتاج اللي عندي هو انني مشهور صوتي كيوصل
نهار تحكرت وصلت صوتي للشعب وسمعوني. اما راه الالاف بحالي في هذه اللحظه والملايين بحالي بحقورين الملايين اللي في الحبس باطر ومشكله. من حقه كي لا يعلق بحاجه سيبي تلقاه هو عايش واحد البيئه ما عايش فيه انايا. يقدر يسميني موسخ يسميني كذا ومن حقه. علاش تلقاه هو ما تيشرب ما تيكمش ومن حقه. انا بزاف بالعكس انا بزاف ديال الناس كيغيروني. كنشوف ناس خدام في الزنقه غادي مثلا غادي مشات سلاشه في الوقت كيغيرني. انا عارف هذا الشيء هذا وعارف الشيء اللي درتو ماشي هو هذا. هو انا اللي بغيت نقول له هو انني رانا تحكرش ولا كنت انت عايش واحد البيئه مزيانه ورباك وليدك احسن تربيه. لكن تم امك وباك مقابلين انا امي وبا ملي كنت عندي 7 سنين انا مقابل اختي الصغيره تربي فيهم راه كيضربوا في الشمال بجوج خدامين 70 درهم با خدام 1000 ريال ب 400 وتيجيو بالنيه في الطوبيس ومشيو في الطوبيس وبا تجي كمير كارو شنو جاي شيط لك من النيه اللي على مره تمشي تيخلى فهمتيني. والكرا ومصيبه يعني انت لقيتي لي ربيك وكبرتي بيئه زوينه. انا راه ولدت 8 سنين تمشي تنبيع ميكا في السوق تنخرج من المدرسه كنطير للسوق للدوار كنبيع ميكا ونهز الكفاف ونهز كذا فهمتيني. يعني جلت لو كنت عام بلا الحمد لله ما خرج شي مجرم ولا شي واحد شي حاجه ما كايناش يعني فهمتيني. لو كنت غادي تهضر اخي تعرفني شنو تعرف شنو طرا ليا تكون حاسب بيا ما تقول لي مو صافي داك الشيء نقولك من لك الله ونقدر نقي عليك. علاش انا ما نقدرش نحكم على بنادم؟ انا نقدر ما نقولكش انت موسخ ولا شي حاجه واخا تكون درتي اللي درتي ما نحكمش عليك لان خليك دبر راسك. لا داك الدومه وداك اللعيبه اللي كيبينوا تقايب كيجيبوا لك يسبهم وعمرني تقدم ولا سبيتهم ولا شي. علاش الله يعفو على كل واحد اللي ما فيه فيس فين كله الهيد ديالو كله واش بلا الله. نقول للمغاربه نقول لك اللي حقدوا عليا على حسب الفيديو يقول لك ما سبيتش الراب ولا سبيتش كذا استغفر الله العظيم ما سبيتش حيت كافر انا حيت سخطت وصلت لي العظم. والناس اللي وقفوا عليا نقول لهم شكرا بزاف لان ما كنتش عارف راسي بان غنوض عليا ديك الضجه كامله نشكرهم حتى هما. واش غنقول لك وباغي يا اخي باغي بغيت نعيش حر ما بغيتش نبقى نتظلم ما باغي لا حق لا والو ما باغي لا فوسفات لا بيض داكشي اللي كنت هضرت عليك كنهضر عليه الشعب. انا بارك علي انا 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 عارف كندير نتسرب براسي. انا بالنسبه لي كنهضر على انا كأنا كانسان بوحدي كالقناوي باغي الحريه الحريه وكرامتي ما تقاش. هادشي اللي بغيت هادشي اللي مطارف فيه في هاد البلاد كامله. غادي نخدم عندنا 31 على شحال باقي غادي نعيشوا من هنا لقدام فهمتيني. هادشي اللي باغي الحريه ما يادينيش بنادم وما كيادينيش بنادم فهمتيني. ما يجيش عندي شي واحد باسم السلطه ويأديني. راه في اوروبا كيشوف في اوروبا بنادم كيشوف في المخزن تيرتاح تيحس بالامان. هنا كتشوفو خصك تهرب.